ياخذها الخطيب ويلعبها طويله للخشرم، لكن بيجي ويطلعها منهم سكني السويد اللي لعبها في الوسط ويشوت الاحول. السكني في الوسط لابن سويد، وابن سويد للبسكة، والبسكة ماشي بيها، ماشي بيها البسكة ورفعها ودخل بدماغه اللاعب المنفرد ابن سويد استلطفه ودخل بدماغه لما رفعها له البسكة رفعة جميلة ولعبها في الزاوية اليمين ودخلت جول. كرة مع الخطيب، من الخطيب للعصفور، العثامي الكرة تعدي على خط الجزاء وتدخل الكرة جول وهي ماشية في حارس المرمى يقع ويلعبها العثامي جول. وأصبحت النتيجة الآن، وأصبحت الآن النتيجة 1 للكويت و1 لليبيا، ومر من الزمن حوالي 32 دقيقة والنتيجة 1-1. الرابعة لمباريات كأس العرب الثانية التي تقام على ملاعب الكويت، وكانت المباراة بين الفريق الليبي والفريق الكويتي التي انتهت بتعادل الفريقان